يا أهلا وسهلا، وتحية لكم مني كرتون حلا. شلونكم صديقاتي؟ إن شاء الله تمام. هذا جهزت لكم القهوة وجاية لكم بقصة جديدة، قصة مرة مرة حلوة. كان في وحدة من الرياض، كانت جدا 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 هذه البنت يعني قريبة لأمها وأبوها. كان أبوها مرة يدللها، وكانت أمها مرة تعلمها على فعل الخير وعلى الطاعات وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كان هذه البنت عندها خوات، هذول الخوات كانوا دائما يطمحون إنهم يأخذون الأفضل، يتزوجون أغنى واحد في العالم، يتزوجون فارس الأحلام اللي بينقلهم من مرحلة إلى مرحلة جديدة. طبعا مر الوقت وكل واحدة سبحان الله تزوجت، وهذه البنت كان فقط شرطها انه يكون اللي بيجيها انسان مؤمن وطيب وعلى خلق ودين. وفعلا جاها واحد متخرج من الجامعة واعزب، لكنه غير متوظف، ما جته الوظيفة. قبلت فيه وتزوجتها، وطبعا خواتها رفضوا، قالوا لها كيف تاخذين واحد مش متوظف، كيف تعيشين معاه، كيف تصرفين على عيالك وكذا. قالت بما أنه رجل طيب ودين أنا باخذه، وأنا على ثقة عمياء أنه الله سبحانه وتعالى ما راح يتركنا، لأنه الله سبحانه يوقف مع الناس الطيبين المؤمنين الخيرين. تقول تزوجته، وبالفعل إنسان قمة في الأخلاق، إنسان متواضع، إنسان متدين، الصلوات كلها بالمسجد، غير كذا يبر بوالدينه. أو أنا تقول أنا غير عن كل النساء، أنا ما أنظر لأم الزوج أو أبو الزوج إلا إنهم أمي وأبوي، وكنت أراعي حق فرق السن بيني وبينهم وأرعاهم وأرحمهم كأنهم أمي وأبوي، لدرجة إني ما أسميهم إلا يمه ويبا. هذا الشيء خلى زوجي يتمسك فيني أكثر، وكذلك هم تمسكوا فيني أكثر وأكثر، لدرجة أن حتى بناتهم يغيرون منهم إذا شافوهم كيف يعاملوني هذه المعاملة الجميلة. مرت الأيام وأنا أبي أنجب عيال، لكن للأسف قال لنا الدكتور إنه الأطفال يعني ممكن إنه يتأخر، لأنه فيها هي هرمونات وكذا لازم تتعالج عنها. تقول استخرت بالله وكنت أتقرب لله أكثر وأكثر، لدرجة إن يوم من الأيام نمت حلمت إن لابد إني أتصدق كل يوم عشان الله يحقق أحلامي. الله يبيني أتعبد له أكثر وأكثر، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وبالفعل قامت على طول تطلع صدقات يوميا هي وزوجها، وزوجها نبهها وقال لها أي شيء يصير لنا سواء خير أو شر الصدقة هذه ما تنقطع، نظل على طول نتصدق. بالفعل ظلت على هذا المنوال إلى أن الله رزقها بحمل، وسبحان الله احملت بدون حتى ما تكمل علاجها. وبنفس الوقت تقول إن زوجها جات لوظيفة في أرامكو، والوظيفة جدا زينة وراتبها جدا معقول، وكان يروح للشرقية ويجي بالسيارة. وتقول هدأت حياتنا وارتحنا على هذا المنوال، وكنت ما أبي من الله عز وجل إلا العيشة الصالحة وإنه نكون بخير وما نعصي ربنا في كل الحالة. المهم تقول إن يوم من الأيام وهي حامل زوجها طلع رايح الدوام، إلا اتصلوا عليها المستشفى وقالوا لها إن زوجك سوى حادث، لأنه الطريق طويل من الرياض إلى الدمام ممكن ساعتين ونص. فتقول اتصلوا عليها قالوا لها إن زوجك سوى حادث ولازم تجين تشوفينا. طبعا هي انهارت، راحت المستشفى وصبرت قلبها وشافت زوجها، قالوا لها إنه في غيبوبة تامة، يعني قالوا لها احتمال أي وقت تسمعين بوفاته لأنه هو في حالة وفاة دماغية. هي هنا تقول الله هذا ابتلاني بهذا الابتلاء عشان أتقرب لله أكثر وأكثر من ما كنت أنا متقربة له من قبل.
وبالفعل تقول دائما كنت أصلي وأقوم بالليل وكنت أدعي وكنت أقرأ القرآن وكنت ما أهد سورة البقرة يوميا كنت أقرأها إلى أن سبحان الله. وطبعا أمه وأبوه لما نعرفه وانقهره وزهقه ونفسيتهم تعبت على ولدهم، لكن هي تقول أنا أصبر نفسي بالليل وأجلس معاهم، بالنهار أحاول إني أستلطف الجو وأمتص الحزن من عندهم لأنهم ما بيتحملوا هذا الحزن لأنهم كبار بالعمر. المهم تقول ظلينا على هذا المنوال إلى أن جاني الطلق ورحت المستشفى وولدت، وكل هذا زوجي نايم في المستشفى نومة الميت. ولدت ذيك البنت اللي الله سبحانه وتعالى أهداني إياها، تقول بدر التمام، تقول من جمالها الكل يبي ياخذها، الكل يقول هذه ما شاء الله عليها، دخلت قلوب الكبير والصغير، الكل يحبها. وبالفعل هذه البنت شوي شوي كبرت ودخلت الروضة، وتقول الأم تعبت على هذه البنت وخلتها تمشي نفس المنهج اللي مشت عليه أمها، كانت تعطي البنت الصدقة وتقول لها يلا حطي هنا، حطي بالحصالة عشان بعدين نعطي الجمعية، وكانت تعود بنتها على الصلاة من عمرها تقريبا 6 سنوات إلى أن دخلتها مدرسة تحفيظ القرآن. وسبحان الله ما صار عمرها 9 سنوات اللي حفظت القرآن كامل. طبعا البنت دايما كانت تسأل وين أبوي وين أبوي، لحد ما أدخلت المرحلة المتوسطة وصار عمر البنت 15 سنة. وطبعا هي الأم تاخذ بنتها وتوديها يعني توديها لأبوها تزوره، يعني تقول إلا وديتها يوم لأبوها وشافته وقالت يمه بطلب منك طلب، أبيك تخليني يم أبوي اليوم، أبي أنام عنده. قالت لها لا يا بنتي تعالي وكذا، قالت لا خليني أنا أبي أقرأ عليه القرآن اليوم وأبي أحييها الليلة بذكر الله، ما تدرين يمكن الله يفرج عنا فرجا عاجلا غير آجل. أمها قالت بما أن هذا الشيء لله سبحانه وتعالى أوكي يا بنتي خلاص ظلي معه. تقول طلعت أمها وظلت البنت هذه بنتها تقرأ القرآن وتسجل سورة البقرة 24 ساعة، ما تركتها من أول ما أمها طلعت من المستشفى وهي مشغلتها لأبوها إلى أن صار منتصف الليل. راحت وصلت صلاة الليل، هذه عمرها 15 سنة، يعني قلبها نظيف، يعني ما بعد تتآثم بالذنوب والمعاصي، دايما الله سبحانه وتعالى يقبل من الأطفال أكثر من الكبار في السن. فتقول هي جات وقرأت القرآن وشغلته على رأس أبوها، وبعدين قامت صلت صلاة الليل واستغفرت الله سبحانه وتعالى إلا جاتها غفوة. تقول نمت إلا حلمت إن نور يدخل على الغرفة، غرفة أبوي، وفتح الباب ودخل النور وجاء قرب من أبوي وطلع. تقول خفت أنا وفتحت عيوني لما شفت حاجة، شفت الكل نايم وما حد حولنا ولا حتى الممرضات مش موجودات، تقول ما حد حولنا في الغرفة إلا أنا وأبوي. استغربت، رحت وطفيت النور وكذا ونمت، إلا بعدين أشوف تقريبا بعد 10 دقائق بعد ما غفت عيني إلا أسمع صوت واحد يقول لي أنتي مين؟ أنا فتحت عيوني إلا ألتفت يمين وشمال وألتفت ورا ظهري وألتفت قدام، ما في أحد في الغرفة إلا أنا وأبوي، مين هذا اللي قال لي أنت مين؟ قالت مين؟ إلا تسمع صوت أبوها يقول أنا أسألك أنت مين؟ تقول إهي أول ما شافت أبوها قال كذا إلا سجدت لله شكر. وتقول الغريب في الأمر إن أبوها يقول إنه كان نومة ما حس فيها إلا لما فجأة حلم إنه نور دخل الغرفة غرفته وطلع، ويقول منها فتح عيون الأبو. وطبعا جلس الأبو، شوفوا كيف من غيبوبة تامة ظل 15 سنة على السرير، فتح من الغيبوبة ورجع لأسرته ولعياله، وهذا كله بفضل الصدقة والدعاء
إن الله إذا أحب عبدا أراد أن يبتليه. هذه المؤمنة حبت إنها تستخدم هذا الابتلاء بالتقرب من الله سبحانه وتعالى، وشوفوا كيف ما في على الله شيء مستحيل. قام من الغيبوبة ورجع الأمة وأبوه وعاشوا نفس ما كانوا من البداية، عايشين حياة سعيدة ورغيدة معاهم هذه البنت اللي خافت الله سبحانه وتعالى، اللي استثمرتها أمها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن وقراية سورة البقرة. فلا تستهينون يا جماعة بسورة البقرة، لا تستهينون بالصدقة وفضائلها، لا تستهينون بالصبر وفوائده، إن الله مع الصابرين. فهذه قصتنا لليوم، أتمنى إنها عجبتكم، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك والتعليق على الفيديو، وتابعوني تحت في وسائل التواصل الاجتماعي تلاقونها في صندوق الوصف.